يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا مساء الورد، يا كل أوقاتكم جميلة. بحييكم وبنتظر لقائكم من خلال قناتنا الجريئة الصادقة، هنا وهنا بس هتاخد كل خبر مظبوط، لا في كذب ولا ملاوعة ولا حد هيقوله غيرنا. أهلا بيكم، نبدأ بالأخبار. اتحاد الكرة يتسلم قرار إيقاف الإسماعيلي عن القيد لحين سداد غرامة سعد الجزيري فيوتشر. يكتسح البنك الأهلي برباعية. فاز الأهلي على الجونة 2-0. بيراميدز على الإسماعيلي 4-1 رغم الرباعية. الإسماعيلي بيجدد الثقة في حمزة الجمل. فاز الزمالك على سموحة 2-0. أحرز الأهداف زيزو وسيف الجزيري، هنتكلم عن الموضوع ده فيما بعد. اتحاد جدة يعلن رسمياً ضم طارق حامد حتى 2024. أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري يتراجع عن قرار اعتزاله. الزمالك يبدأ الاستعداد لمباراة فيوتشر التي ستقام يوم الخميس بدون راحة. مباراة صعبة الزمالك هيواجه فيها فرق كتيرة، هيواجه فيها فريق فيوتشر زائد أحمد شوبير زائد جياب زائد الأهلي، لأن الكل هيعمل لمصلحة إنه هو يوقف تقدم الزمالك. فطبعا كوز خطر، ويا رب يكونوا فاهمين، هم أكيد فاهمين الكلام. سواريش يرفض طلب لجنة التخطيط بتصعيد الناشئين. هاني سعيد بيراميدز هدفه التتويج بالدوري وسنقاتل حتى النهاية. طارق حامد قال أنا شخص محظوظ، تركت أكبر نادي في أفريقيا والتحقت بأكبر نادي في آسيا. الزمالك بعد أداء راقي ما فيهوش أشرف من شرقي ولا بديل يعوضه طبعا، ولا حد يعوض غياب إمام عاشور أفضل وسط مساند في مصر، يديك حلول كتيرة في الملعب سواء بالجري أو باستخلاص الكرة أو التسديدات القوية من الخارج. الصراحة فيريرا أدى منظر حلو جدا جدا للزمالك. الدفاع اللي كان أي حد بيسجل فيه وبيوصل له بسهولة، أديكم شايفين بقى إزاي تطور رهيب في أداء حسام عبد المجيد تحت إيد فيريرا، أصبح المدافع الأساسي بجانب الونش. أعتقد أن ماتش القمة زوده ثقة في نفسه ورفع معنوياته صراحة. في مفاجأة، كهربا يقترب من الدوري السعودي. طبعا الفضل للزمالك، الأندية السعودية بدأت تلاحق كهربا لفك لوغاريتمات سداد الغرامة. ربما نسمع عن قريب انفراجه في مشكلته وسداده للغرامة. يحتفل اليوم حمزة المسلوسي بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا حمزة، استمر، تطور مستمر وإن شاء الله هتكمل بالدوري. قبل كل ده نسيت أذكر المستشار مرتضى منصور بقضية نادي القاهرة. المسلوسي رجل مباراة سموحة، حذفت قناة النادي الأهلي عبر منصاتها على مواقع التواصل الفيسبوك التصريحات التي أدلى بها سيد عبد الحفيظ. أهلا بكم، أهلا بكم، ونبدأ مع بعض مواضيعنا. يحاولون ويتفننون ويمكرون، بيكذبوا ويهربوا وعايزين ينتقدوا فينا، يعني يدونا
كتير من الظلم والعدوان، كذب وتضليل. عايزين يضللوك ويضللوا الدنيا حواليك يا شيكابالا. اتبلوا عليك واتهموك كذب حتى يسقطوك. كان موقع الوطن قد قام بنشر فيديو مفبرك لشيكابالا وهو بيحتفل مع الجمهور بعد نهاية الكاس. أخفى بعض الكلمات من الفيديو بوضع صافرة تيت تيت عليها، وادعى الوطن المتواطئ عجيم الضمير، ادعى إنها سباب من جماهير الزمالك ضد الأهلي. ولكن سرعان ما ظهر الفيديو الأصلي وفضح المؤامرة اللي كانوا بيدبروها ضد شيكابالا. طبعا هم بيعملوا كده دايما، وده حاجه يعني عادتهم، ولا يشتروها، يعملوا حاجه عشان يخبوا بيها مصيبه اصلا موجوده. وقال قائد الزمالك اثناء الاحتفال مع الجماهير حين بدا البعض يردد بعض الهتافات: اشرت لهم بالهدوء، وجهتهم للهتاف الدوري يا زمالك، بينما كان الهتاف هو ايه 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 اللي حصل عندكم، ايه ايه الهتاف اللي احنا بنسمعه دايما من هنا ومن هنا. هذا الهتاف اللي بيقوله بتقوله الجماهير على طول. وقال شيكا لموقع في الجول: بدأت المباراة بمصافحة مصطفى شوبير الحارس الشاب، وبعد صافرة النهاية جاني احد الحراس لأهلي الشبان واشتكى لي من اشتباكه مع احد حراس الزمالك الشبان، صالحتهم واعتذرت له لان انا بعامل صغار الاهلي واحترمهم، فطبيعي احترم كبارهم بنفس الطريقه. وقال كمان: انا قائد ولاعب جماهيري، اعشق الجمهور، لا اصطنع اي مشكله من لا شيء تكون نتيجتها الطبيعيه رد الجماهير في المباراه اللي وراها، فاخاطر بغياب الجماهير مره تانيه، وما صدقنا عودة الجماهير اللي ليها مفعول السحر علينا. طبعا بعد ما الموقع المشبوه ده الوطن عمل الوقيع ده، جرجر وراه برامج وإعلاميين كتير ابتدوا يهاجموا شيكابالا، وسرعان ما ظهرت الحقيقة وصرعوا هؤلاء الإعلاميين في تقديم الاعتذار لشيكابالا. منهم هاني حتحوت في برنامج الماتش في صدى البلد اللي قال: ارسلوا لي الفيديو اللي اتكلمت عنه بشأن شيكابالا وهو يستمع لهتافات الجماهير ضد الأهلي. في الحقيقة كان الفيديو مفبرك، والتيت تيت دي في الفيديو مش شتيمة. وقال: أنا بعتذر للجمهور ولشيكابالا لأني كنت قلت قبل كده بناء على الفيديو المفبرك كلام أنا بعتذر عليه لشيكا، وآسف إن المعلومة لم تكن دقيقة. اللاعب لم يفتعل أي أزمة أو مشكلة في مباراتي القمة والدوري والكاس. وقال كمان: شيكابالا بيعمل لقطات حلوة قوي وكتير مع اللاعبين المحبطين في الزمالك، بيسندهم يعني. وفي نهاية الكاس حمزة علاء، ده جون شاب عندهم لاعب الأهلي، راح قال: حد شتمني، فقال له شيكابالا حقك عليا أنا. كما كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة الفيديو المسرب المنتشر لمحمود شيكابالا وهو بيستمع لسباب جمهور الزمالك ضد الأهلي بناء على الموقع المشبوه الوطن. عارفة الموقع ده دايما كده معانا، مش عارفة إيه ده. وقال: أنا اطلعت على الفيديو الحقيقي، وتأكدت مما لدينا مجال الشك انه فيديو مفبرك 100%. واضاف شيكا بيقول للجمهور: مش سامع، ولما سمع قال لهم: لا الدوري يا زمالك الدوري. واحنا شفنا على فكره الفيديو اللي هو كان بيقول لهم: الدوري يا زمالك الدوري يا زمالك. وقال: الواضح ان هناك فتنه عايزين نموتها من بدايه، ولو حصل كنا أول ناس كانت هتتكلم. الحقيقة يتقال شيكا رفض أي تجاوز من الجمهور، وكان له دور في تحول هتافاتهم عشان تكون للزمالك. واختتم الفيديو الأصلي موجود لمن يريد الدقة
وما نخبيش وشنا، لأن في ناس عندها مزاج تلوي دراعنا وتلوي الحياة وعايزين يقولوا أي كلام. كما طالب خالد الغندور أيضا من إبراهيم سعيد الاعتذار لشيكابالا لأنه هجمه كما فعل حتحوت وفايق. وكان إبراهيم سعيد كتب على تويتر: اللي عمله شيكابالا لا يصدر من كابتن الزمالك، المفروض قدوة للعيبة. وانت قدوة يا كابتن، طب شيل الفيديوهات بتاعت المدام اللي مبهدلك فيها وفضحك. وفي الآخر لما الجماهير الأهلي بتهاجمك بتزعل وتشتكي لكل الناس. لا يا كابتن إبراهيم، كل أنا اللي بقول بقى كل تعليقاتك عليها مليون علامة استفهام، مش فاهمينك عادي يعني، انت هنا ولا هنا، وكمان هنا ولا هنا، ربنا يسهل لك. أما شيكابالا نزل تويتة وقال سأقاضي الجهة الصحفية اللي زيفت الفيديو قبل ما يحصل معايا اللي حصل قبل كده في مواقف سابقة. يعني الحقيقة فاضل كيلو طفح من عمايلكم، مش عارفة بقى يعني هنخلص امتى من القصة دي. مفيش مرة يحصل ان الزمالك يحصل على بطولة وخصوصا من الأهلي بفوز مثلا زي السوبر وزي ده إلا ما لازم يضربوا كرسي في الكلوب عشان يشوشروا ويغيروا على المواضيع ويقوم الدنيا في مواضيع ملهاش أي أساس أصلا. طبعا انتوا فاكرين حصل في كاس السوبر والخناقة والضرب والوقف بشهور للعيبة كرسي يعني في الكلوب، عادتهم ولا هيشتروها. المراجع بقى حاولوا يقعوا الدنيا بفيديو مضروب، حسبي الله ونعم الوكيل. أولي أولاد أفاعي مثل إبليس، الله إبليس يتعلم منكم ويخاف منكم. كان لازم أتكلم وباستفاضة على موضوع شيكابالا، كان لازم لأن الواحد بجد زهق. أهلا بيكم. أمير مرتضى كان له تصريحات كتير على قناة ام بي سي مصر، هلخص لكم اللي جا فيها. بيقول لك كان اتفاق بن شرقي انه يفضل معانا لنهايه الكاس، ده علشان ما نعملوش اي ضرر في المستقبل، وخصوصا ان الدوريات اللي هو عايز يروحها هينتهي الكود فيها 30 اغسطس اخر ميعاد ليها، ونهايه الدوري المصري 30 اغسطس. قال عندي بدائل كتير لاشرف بن شرقي، عندنا يوسف اسامه نبيه، سيد نيمار، اسلام جابر. لا معلش يا كابتن اشك في اسلام جابر. وقال كمان الزمالك اذا احتاج فرجاني ساسي هنحاول نتعايد معه. والله كل الكلام ده على ايه؟ مسؤوليه امير مرتضى منصور. هنتعايد معه وخصوصا ان الزمالك محتاج لعيبه في منتصف الملعب جنب امام عاشور، يكون اللاعب عنده امكانيات مختلفه عن امام ويقدم إضافة في خط النص. وقال كمان الزمالك تعاقد مع لاعبين في كل المراكز، هم اللي بيقولوا والمية هتكدب الغطاس، لأن في نواقص كتير في كل المراكز، محتاجين نتعايد مع لاعبين يكون في روح منافسة، ما نضطرش نلعب بلعيبة مصابة زي اللي حصل للونش وبيحصل في كتير. اتكلم عن المسلوسي وقال لازم ياخد حقه لأنه لاعب مجتهد ضحى عشان الزمالك، ما لعبش فترة طويلة من شهر مارس 2020 لغاية نهاية الموسم عشان كان فيه متواجد في مكانه في مركزه يعني حازم إمام وأحمد عيد، وهم قالوا له عايز تفسخ العقد وتروح نادي تاني أوكي ما عندناش مانع، هو رفض وفضل البقاء في الزمالك ولساله موسم كمان معانا، وانا شايفه ان هو استعاد الثقه. اتكلم عن حمدي النقاز، قال لك مش هيرجع الزمالك، في ثلاث لاعبين في مركزه.
قال لك كمان حصلنا على حكم بتغريم حمدي نقاز مقدم العقد اللي أخده مننا في حالة عدم سداده هيتم إيقافه. وأشار بقى إن كل أزمات قضايا الزمالك مع الفيفا أغلبها أوشكت على الانتهاء. أوضح كمان إن الزمالك أغلق تقريبا 90% من القضايا في الخارج زي ماريتيمو تم إغلاقها، وكمان قضية جروس بالإضافة إلى تسديد جزء من أقساط تسوية أتشيمبونج اللي أبرمتها اللجنة السابقة مع اللاعب. وقال كمان جلاتا سراي كان لازم يدفع مبلغ إضافي بسبب التأخير، لكن المبلغ كان المنقوص منه حقوق الدعاية لمصطفى محمد، وده بند مش متواجد في العقد، وقدمنا شكوى. اتكلم عن عبد الله السعيد وقال لاعب مهم جدا جدا، بالتأكيد نتمنى إن إحنا نتعاقد معاه، لكن يمكن بيراميدز لا يرغب في بيع اللاعب. تقريبا إحنا انتهينا من 50% أو 60% من الصفقات للموسم اللي جاي. عن رزاز السيد اتكلم برضو، قال هرب وقت ما هو كان أكتر محتاج للزمالك، خصوصا إنه كان هيلعب مباريات من العيار التقيل. قال هيتم تعديل عقود زيزو وشيكابالا. أما عاشور وعبد الله جمعة تم تعديل عقودهم الحمد لله. هو اللي بيقول الكلام على الراو. أشرف رواه مش عارفة، ماشي، لاعب مهم ومحترم، هو محترم فعلا، وقد يتم تمديد عقده، قد يتم. بالنسبة لحمدي علاء هيتم تقييمه في نهاية الموسم، اللاعب بيأدي بشكل جيد، هنشوف إما يتم إعارته موسم كمان أو يعود. أما عن عمر كمال قال هو أخذ مننا مبلغ مالي نظير تعاقده معانا وما ردوش، لم يكن برده. إذا كان اللاعب يرغب في العودة هيكون إضافة. أما بخصوص تفعيل بند شراء محمد صبحي ما وصلناش اختار بشأنه من فاركو. إذا أراد اللاعب أن يبقى مع فاركو مبروك عليهم، ده كلام أمير. يعني إذا افترضنا أنه مش كد هنقول أنه مطمئن، إذا افترضنا أنه فيش مبالغة فيه أو هي دي الحقيقة هنقول كلام كويس. أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، أهلا بيكم، بصوا دي بقى، الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن فتح باب القيد ابتداء من يوم 25/7 لغاية يوم 20/8 عشان يقيدوا اللعيبة خلال الموسم المقبل. يعتبر اللاعب القديم غير المقيد حر اعتبارا من 21/8. طبعا مسؤولي نادي الزمالك مستنيين اللحظة دي، وفي نفس الوقت مسؤولي نادي الاتحاد، عشان كلهم الاثنين يقدموا أوراقهم لضم واحد اللي هو أنس وسام، نجم المنتخب الوطني لكرة السلة وأفضل مدافع في القارة 2021. الزمالك مش بس هيقدم 3 عروض موقعة من أنس، لا، مع المستشار، لا، ده هيقدم كمان 3 عروض موقعة مع النادي، مش بس مع المستشار، وقعها أنس في عهد حسين لبيب اللي قام بتوقيع هذا العهد مع اللاعب عقب موافقة النادي على احترافه في أمريكا. العهد موقع 2021 لمدة 3 سنوات. طبعا نادي الاتحاد كان قد أعلن منذ فترة توقيع مع أنس وسام لمدة 3 سنوات رغم علمه أن الزمالك موقع معاه. هنشوف اللي هيحصل، بس يعني يا حاج مصلحي هتخش عش الدبابير، ربنا يستر عليك، يا عليك يا علينا. طبعا لما مشي اشرف بن شرقي ساب لنا رساله مؤثره، و يعني احنا عاطفيين وبنتاثر بسرعه.
نفس الوتيرة حرص المغربي محمد ونجم توجيه رسالة قبل رحيله عن القلعة البيضاء في ظل انتهاء عهده مع الزمالك. نشر ونجم عبر حسابه على إنستغرام بعد مرور 3 سنوات جت لحظة الرحيل، ويا ثانية نشكر كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولعيبة إطار فني جمهور الزمالك جمهور الزمالك على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة، وأنا أعبر عن فخري الكبير للانتماء لهذه العائلة. شكرا مرة أخرى، شكرا لك أيها الخلوق ونجم. تحبوا تسمعوا أهم ما جاء على لسان المستشار مرتضى منصور في ظهوره الدائم تليفونيا مع قناة الشمس وغيره؟ نسمع نشوف قالك ايه. قالك بن شرقي ونجم نموذجين للشرف والانتماء والاحتراف، اتمنى لهم التوفيق. تمام. الثنائي حتى الان لم يتخذوا قرارهم النهائي، هم دلوقتي في المغرب مع عائلتهم، ما مضوش لاي فريق، يعني محتمل يرجعوا، الله اعلم، مش عارفه، بينيمنا. بسبب الاموال لم يتحدث عن اي امور ماديه. انا اعرف ان هم مقدمين عرض جامد لبن شرقي. بن شرقي عنده ظروف شخصيه في دبي ويريد ان يلعب هناك، من اجل كده هو عايز يروح هناك. اتكلم عن فرجان ساسي وقال لاعب محترم، ولو كنت موجود ما كانش هيمشي، لانه قال لي انا مشيت لان ما لقيتش رئيس نادي. وارد جدا انه يعود فرجاني مره تانية للزمالك. اتكلم عن طارق حامد وعن ابو جبل، الموضوع انتهى قبل ماتش النهائي كاس باسبوع، وما رضيتش اعلن عن حاجه الا بعد اللقاء. اللاعبين رحلة، نفتكر لهم كل خير. طيب بيقول لك طارق حامد اعترف انه اخطأ وراجع عن الخصم وماضي عن الموافقة، غصب عنه هيعمل ايه؟ مرغم اخاك لبطل. قال لك اللجنة السابقة حطت مكافئة بطولة الكاس للعيبة اللي شاركوا في المباراة بس، لكن طبعا ده ما يصحش، اللعيبة كلهم هيحصلوا على مكافآت متساوية هتوصل ل 110,000 جنيه. قلت للعيبة انسوا كل حاجة حصلت وركزوا على الدوري. ازاي السيسي اتكلم عليه برضو وقال لاعب غبي على مسؤوليته هو، بس باللفظ اللاعب غبي. قلت له اخرج من الباب الكبير، ولو عايز تلعب بره اخرج عن طريق الزمالك. ووصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسائله الى محمود الخطيب من اجل فتح صفحه جديده بين القطبين، تنحيه الخلافات جانبا، وطلبوا بضرورة إصدار بيان من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج البلدوزر. بيقول له نفتح صفحة جديدة. بيقول له من فضلك يا كابتن محمود، دعك من المحامي وتعالى نقعد مع بعض ونعمل بروتوكول عدم شراء لعيبة من بعض حتى لا نغلي الأسعار اللعيبة. ده من بكرة حيساوم لعيبتك يا مستشارنا. أنا لا أقول ذلك لأنني خايف، ده كلامه. بيقول له برضو سيبك من الناس اللي بتحاول توقع بينا، مش الناس اللي بتحاول على فكرة توقع بينكو، ده أنت اللي بهدلت الدنيا سيادة المستشار. الزمالك والأهلي رغما عني وعنك أهرامات في كرة القدم، نريد أن يفرح الناس بالقطبين. يا سلام. وأوضح أسامة حسني بقى اللي هو
جوز بنت الخطيب اللي قال في قناة الأهلي نضع إيدنا في إيد الشيطان ولا نضع إيدنا في إيد مرتضى منصور. الأسبوع اللي فات قال الكلام ده وكان بيزخر من طريح. المستشار مرتضى منصور بيقول أنتظر النادي الأهلي أمام مصر كلها، أنتظر منه بيان رسمي ردا على هذه المبادرة التي أطرحها. يا سيادة المستشار، حضرتك طرح المبادرة بقالك 6 أشهر وجالك الرد على فكرة، جالك ولسه مصمم برضه. كنت أنتظر حتى أحصل على إسقاط الحكم حتى لا يقال إن أنا إن هو يعني تقدم بالمبادرة خوفا من الحبس. قال لك إيه؟ أدانا ثوابت واتسجنت 7 مرات على أنا بقى لو تسمحوا لي. يعني إيه المهانة دي؟ إيه الذل ده؟ ليه يعني؟ عمال تذل نفسك وتتحايل على كابتن الخطيب اللي قال مش هتنازل ولا هحط إيدي في إيدك، وجوز بنته بيحب الشيطان عنك. بلاش تهذيبها، من يوم ما رجعت وانت عمال صالحني يا كابتن حط ايدك في ايدي يا كابتن وعفى الله عما سلف ونتحايل ونوصيته بالارض علشان نتصالح، وهما بيقولوا لك لا جبت راسنا الارض في الوحي، صغرتنا. ايوه صغرتنا، ما بالناس سعر بالطريقه دي، مؤاخذه يعني، مع انه ما حط ايده في ايدك، مع انه ما صالحك، عمره ما هيصالحك اصلا ولا هيحبك ولا هيتعامل معك، بيكرهنا وبيكرهك. هو كده شكله، كده خليته، كده طريقته، كده طريقة ايه بقى؟ التمسح بالوجه الملائكي. ولكن ربنا ما يوريك شغل الافاعي، يسلط ويقوم يخرب الدنيا من تحت لتحت، وسكون مغلف الوجه. كفاية بقى مسألة مستشار، احنا كجماهير الزمالك بنحذرك احفظ مركزك. ايوة انت راجل مستشار، ده انت اصغر من ألف قانون، مش كده برضو؟ عنه مصالحك، سيبك بقى من الوطنية والشود بقى عشان يقولوا عليك بتدور على السلام وانك وطني قلبك على البلد. خلاص جيم اوفر، سيفيني بح، خلصت. كفايه كل واحد يخليه في فريقه، محدش له دعوه بالتاني. حاجه تنرف الصراحه. اهلا بيكم. لا تقولي غيري، أنا مش بحبك تتعصبي، أنا مش متعصبة، أنا غصب عني يا جري، غصب عني أنا، يعني الذل وحش، مش كده؟ إحنا نادي الزمالك برضو، إحنا نادي الزمالك، إحنا النادي الملكي، حيلش على حد، إحنا نادي مبادرة، إحنا جوانا محبة، والله عايزين تحبونا، إحنا بنحبكم، مش عايزين تحبونا، ربنا يكفينا شركم. في واقعة جديدة بتدل على حالة التخبط والتضارب اللي بيعيشها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، نشر الموقع الرسمي الأهلي خبر غريب قال فيه سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أخذ تعليمات من محمود الخطيب عشان يقوم بالهجوم على محمد الدماتش عضو مجلس إدارة النادي،
واكد الخبر ان شلبي كان يتحدث بلسان مجلس الاداره، لانه هاجم بالمنشورات كتبها محمد الضماطي بعد خساره الفريق في نهائي الكاس على حسابه الخاص في التواصل الاجتماعي. اكد شلبي في مداخله هاتفيه اجراها عبر قناه صدى البلد مع احمد موسى، كانت عقد اجتماع تنسيقي جرى مع محمود الخطيب، وتم تكليفه بتوضيح بعض الامور في اطار المنظومه اللي في النادي الاهلي، وانه نقل في المداخله تحفظ النادي على ما قد قام به الضماطي بالتحدث عن الشؤون الداخليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وده مخالف لقرار مجلس اداره النادي اللي كان اتخذه قبل كده. وكشف الاعلامي كريم حسن شحاته عن وجود خلاف داخل مجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وقال ان محمد الضماطي عبر عن غضبه في بعض الامور الاداريه بعد خساره الاهلي للكاس، واشار ان سعد الشلبي خرج وهاجم الضماطي عبر وسائل الاعلام، ودي اول مره تحصل، وان محمد الضماطي بيفكر في تقديم استقالته بسبب المشاكل الموجوده، وتابع في تسريبات بتخرج من النادي الاهلي عن حسام غالي وخلافاته في المجلس، الامر ليس مجرد خساره بطوله انما خلافات داخل مجلس اداره النادي الاهلي. بصوا بقى، اتكلم عن النجاز، لكم عن النجاز كده بسرعه. حمدي النجاز اتسبب في غرامه 3.5 مليون ريال ضد نادي اهلي جد. حمدي النجاز بقى قاعد يلف على الفرق اللي هو كان بيلعب فيها وسابوه عشان ياخد فلوس منها. نجاز قدم شكوى للاتحاد بموجب حكم الفيفا هيحصل على 3.5 مليون ريال من النادي السعودي شامل الرواتب وقيمة الشرط الجزائي، بعدما قام الاهلي السعودي بفسخ التعاقد من طرف واحد. طيب بس بيقول هو فاكر انه هيرجع، هو مش هيرجع ازاي. شوفوا بقى الخبر اللي عايزين بقى نسمعه عشان نعرف الحقيقه، واللي كان دايما نشف يا حبيبي لسانه الجري يقول لنا عن طارق حامد ودافع عنه، وقد كان وثبت رايه وكلامه. عقد طارق حامد جلسه مصوره بالفيديو داخل غرفه خلع الملابس في استاد القاهره، عقد فوز النال فريق نادي الزمالك بكاس مصر، ووجه اللاعب رسائل تهنئه وتحفيز وتحذير، كذلك تبرئه نفسه من كل الاتهامات الموجهه ضده، فبدا قائلا: مبروك، كم كنت اتمنى ان اكون معكم، ولكن الظروف لم تكن طبيعيه، سيتم توضيح الامور في ظروف اخرى، لان المرحله كانت اهم مني، وفضلت عدم الحديث لتفادي أي شوشرة على الفريق، وحذر زملائه الفوز بالدوري هذا الموسم لن يكون سهل أبدا، بل صعب جدا، ولا بد من التركيز لتحقيق اللقب وسط ظروف استثنائية، وأضاف: إن شعرتم أن البطولة سهلة لن تحققوا شيء، لأن التتويج بالدوري هذا العام سيكون إعجازا. من ناحية أخرى، أنقذ فيريرا مسيرة طارق حامد المرتقبة في الاتحاد، بعدما لجأ المدرب نونو سانتو اتصال بمواطنه فيريرا وسؤاله بشكل مباشر عن طارق حامد وقدراته ومدى إمكانية الاستفادة منه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022 و23. جاءت إجابات فيريرا إيجابية في حق لاعبه، والتأكيد على أنه يملك خبرات واسعة بخلاف قدرته على غلق المساحات في الوسط، وشخصيته القيادية وقدرته على تأدية الدور الهجومي،
بشكل جيد، وكان نونو قد عارض وجود طارق لكبر سنه، وهكذا اقتنع به وكان لفيريرا فضلا كبيرا في ذلك. نتمنى لك يا طارق كل الخير، واحنا بنحبك وعارفين ان كان في مظلومية ليك كبيرة، وحقك انك تدور على مستقبلك ومستقبل ولادك للناس اللي ما قدرتكش، وممكن تكون اللي دفعتك انك تعمل كده وتمشي وتصمم انك تمشي زي ما انت قلت قدروني وما قدركش، ما قدروا ما قدروش انت. الى هنا احبائي نكون يعني وصلنا لنهاية لقائنا، بشكركم واسفة اذا كنت طولت عليكم، بس انا بحب دايما اقول لكم كل الاخبار عشان نبقى up to date دايما مع الاحداث. ويوم الخميس مباراة صعبة جدا جدا جدا، حطوا تحت جدا، فيها غل وحقد وكره وكل حاجة. يا رب النصر لينا. أشكركم أحبائي وإلى لقاء قريب، وأترككم في رعاية الله. سلام.